هقول لك على حاجه، انا يا سيدي ما بشتغلش مغني ولا ليا في الغنى خالص. المفروض انا بحب المزيكا كده من بعيد، يعني بحب اسمع حاجات قديمه وكده. انا هغني لك حاجه من الحاجات اللي انا بحب اسمعها وانت هتغنيها. لو غنيتها كويس هنتج لك يا سيدي. اختبار يعني؟ اختبار بسيط كده. ماشي ماشي، بس انت هتغني احسن مني، انا مش مغني. اكيد طبعا. وصفوني الصبر لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب انقال. مع انك خرجت من اللحن بس تمام، مالكش دعوه بيا انا يعني، والصوت فيه نشاز وحاجه يعني فعلا. معلش سامحني، مش غنايه يعني. ماشي. المهم يا سيدي، انا هقعد على الكرسي اللي هناك ده واديك ظهري زي برامج المسابقات بالظبط. بجد والله؟ اول ما اتغنى لفلك على طول. الله، كان نفسي اقدم في البرامج دي بس قلت مش هيدخلوني بالبيجامه. جات لك لحد عندك. ماشي. يا سيدي ربنا يخليك يا عمي، معلش تعبك معايا بس تنجز بقى. لا لا يا سيدي، انا ورايا شغل يا منصف، ما تقرفنيش. هبهرك ان شاء الله. يلا، عشان ده فال مش كويس ان الكرسي بعجل وحاجات كده. الله، زي برامج المقلب. ماشي. اقعد بقى. شعر ولا دقن؟ معلش اسامه، بشوف قفا كاظم ببقى نفسي احلق له والله. اسمه استاذ كاظم يا معلم. استاذ ده امور من قفاه، هو في كده؟ يلا يلا. معايا فرقه ولا اتكل على الله؟ يا سيدي قول على طول بقى، انت مش محتاج فرقه. هراجع بس السلم الموسيقي. طب اتفضل. دو دو ري مي. لا ده سلم الخدامين ده. طب سيبنا مساحه بس ثواني. دو ري مي فا سول يا. رز ابيض تاكل معايا يا ابني، اصل الغنى برضه عايزني اقوت يا حبيبي. ده جو جوع، ده ملوش دعوه، غني بقى. ماشي ماشي. وصفولي الصبر لقيته خيال. دي اللي انت وقعت فيها يا عم. اخلص. حاضر، انا بس بعرفك بقى. وكلام في الحب يا دوب ينقال. شكرا. سقفولي تعاطف، اتعاملوا معايا ان انا حاله انسانيه والله. ايه ده، انت انبهرت بصوتي؟ ربنا يخليك. برافو عليك يا منصف، كسبت معانا 100 جنيه. ايه يا عمي ايه؟ الصبر وقرف على دماغك يا كاميليا. كاميليا كراميلا، عيون كراميلا، زقي ده عندك كده لغايه ما البس. بتلعب بالديكور؟ معلش يا حبيبتي. لا ولا يهمك، منصف كان معطلني خالص، عامل لي فيها كاظم الساهر وعمال يغني وصوته يقرف الكلب. مش مشكله مش مشكله. المهم احنا كنا بنقول ايه يا روحي؟ كنا تران تران. خبر ابيض، ارمى لدوس داخل عليا، اموت في الاغراء انا. ميرسي اكرم. لا وشعرك نازل على كتفك كده شكله ايه؟ الحقني يا اكرم بيه. ايه 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 ليه ليه كده؟ استاذه اميره جايه ورايا. طب اهرب. اهرب انا مالي، يا مراتي اهرب انت. طيب طيب خلاص يلا. اهرب انت. اركن العربيه